I'm back. هذا ايبيزود 3 ديال كايند هاسلر. البارح قلت لكم بلي طولت عليكم بزاف، ودابا غادي نكملوا الحلقه ديال العجز اللي بدينا البارح. انا كنسجل في نفس الوقت حيت تحمست وباش ما نيت ما نعكسش، باش ندير المونتاج في دقه واحده، ونيت باش هادشي اللي نقول نبقى غاديه بنفس الانرجي اللي بديت بها في البودكاست ديال البارح. صراحة تأثرت واخا ما عرفتش واش بنت فيا ولا لا، ولكن كنهضر واي حاجه كنقولها حيت كنفكر فيها. خدها الى عجبتك وخليها الى ما سلكاتكش، وهذا هو الكونسيبت زعما هنايا. مرحبا بك في حلقه جديده اولا بارت 2 ديال الابيزود ديال البارح. بغيت نحيد عليا العجز. How can I stop being lazy؟ انتروز طوال بزاف، ماشي ستيل ديالي، و جيسبر يكونوا نتوما ماشي ستيل ديالكم. فنبداو على بركه الله. اول حاجه كندير حيت كندير واحد النهار اللي كنخوي فيه دماغي من اي تخربيقه زايده، غادي نمشي للخدمه، غادي نطيب، غندير داكشي اللي خاصني ندير، ولكن نحاول نقص عليا اي حاجه غادي تلهيني، بحال نشد جماعه في التليفون مع صاحبتي ولا ماما ولا مع شي حد عزيز عليا، نتفرج في التلفازه باش نكمل شي حلقه، نطيب ولا نسمع الموسيقى. صوت تاسكس ديال النهار نديرهم في السكات الصمت. التاسك ديالي كيما قلت لكم في السكات باش نخلي لراسي الوقت فين نهضر مع راسي، فين نعات براسي، وفين نسول راسي مالي. من فوا ندخل الدار نمشي نيشان نشد ورقه وستيلو في شي قنت كالم بالليل حتى ينعس كل شي، ولا إلا كنت بوحدي نبروفيتي باش نسول راسي اشنو كيخليني نعجز. عندي خدمة بزاف، اوكي ندير خدمتي، منحيد عليا قوة الديستراكشنز ديال الهضرة بزاف التليفون وداك شي اللي كيخليني نعيا. مثلا نقدر نهضر ابل تليفونيك عجب لي الله راني غير هضرت، ولكن راه حرقت اون بارتي ديال الانرجي ديال لاجورني ديالي. غنشوف كيفاش ندير باش نقتصد الانرجي ديالي لو ماكسيموم باش يبقى ليا اسباس فين نفكر. بحال دابا انا فاش كيجيوني هاد لي فاز كنبقى غير ساكته، تقدر تهضر معايا ما نجاوبكش، تصوني عليا في التليفون ما نجاوبكش، لي زوديو لي ميساج واتساب ما غاديش نطلع عليهم كاع. الا كان شي حاجه اورجونت راه تكون باينه بيان سور ديك الساعه نجاوب، مي كنبغي نبقى ساكته. والناس اللي كيعرفوني فاش كندخل في اللحظات ديال الصمت كنكون خاصني نتكونسونطرا. سو بغيت نهضر مع راسي، بغيت ما حتى شي حد يهضر معايا ولا يدور حدايا. اصلا انا انتروفيرت وكيخصني بزاف ديال الوقت مع راسي، مي في هاد لوكا هذا كنبغي غير نفكر مع راسي اشنو واقع. سو في الخدمه نقول السلام ونبين بلي ما راشقاش ليا حيت اي نيد سبيس، مينتال سبيس. حتى الموسيقى بغيتها صامته ما فيهاش لي بارول، حيت دابا الوقت نهضر مع راسي ولا ما نديرش كاع الموسيقى، ندير شي وايت نويز باش ما نسمعش صداع واحد اخر. هادشي كيبان عادي ياكو، ولكن كيخليني بلا ما نحس باغ ماجي كنجاوب على شي اسئله. علاش ما درتش هادي؟ حيت ما عنديش فلوس باش ناخذ هادي. واش الفلوس ضروري في هاد لا سيتوياسيون؟ متاكده ما يمكنش تبداي بطريقه بلو سامبل؟ صراحه ايوا غدا بلاصت ما تسنيش شي حد يمشي معاك لدرب عمر حيت طوموبيلتك خاسره، غتشدي تاكسي ولا تران وسيري لدرب عمر سولي على داكشي اللي بغيتي. ماشي حيت خمسة قالوا لي كره هذيك السلعة ما كايناش غتقولي وصافي صافي نرجع بحالي. لا زيدي قلبي، جلسي في شي قنت وجمعي عاوتاني الفوكس ديالك ونوضي وسولي في بلاصة واحدة اخرى حتى تلقاي. رجعتي من درب عمر وما لقيتيش داكشي اللي بغيتي، دخلي الفيسبوك سولي في لي جروب، ميبي لا عندك شي حد على برا ديري ليه الطيارة باش يسول لك على البرودوي ديالك. ولا كان بروبليم في الديوانة خدمي في وسط بلادك وبداي على ما يسعى الله. مهم خاصني داك المينتال سبيس باش نمشي، ومن بعد فاش نمشي نتقاتل على داك الشي اللي فكرت فيه. استاجر قررت انني غدا نمشي ما نفكر جوج المرات، نيشان غندوز وغنمشي نقضي غرض.
ما بقاش نقولها واش غتصدق واش هذا اون فوا غنفكر فيها بزاف اوفر ثينكي لا سيتواسيون ما غنوضش غنعكز نقول له دابا غنمشي وغنعيا وغنوصل وهذا وغنرجع عيانه ويمشي لي الوقت اجي ندير حاجه واحده اخرى دونك ما نفكرش بزاف. حاجه واحده اخرى هي كنكتب كاع داكشي اللي بغيت ندير واللي عندي في بالي بما فيه الخدمه القرايه السفر الحوايج نتهلا في راسي ناكل مزيان نقد علاقتي مع شي حد نبدا نقرا كتوبه نحقق شي حلم نخلي داري ديما نقيه مهم اي حاجه عارفه راسي داخله في حياتي سواء كنحلم بها سواء مفروضه عليا خاصني نكتبها وندير ليها الوقت. وصلت لواحد الدرجه حتى داك العيا اللي كيجيني من بعد ما كنتغدى كنكتبو كندير ليه بلان ديالو فاش كنكتب هادشي كيعاوني ما نطيحش في ديسيجنال فاتيغ اللي هي لا فاتيغ ديسيجنال الا كنتي ما عارفش شنو هي هاد القضيه سي لو فيت ديال انك بلاصت ما تجلس تخدم وتوكل على الله كتضيع الوقت كتفكر باش تبدا ومنين تبدا باغ اكزومبل اكزومبل سامبل اللي هو الماكله بغيتي تاكل تقدر تبقى ساعه كدور في لابليكاسيون ديال الماكله ولا في يوتيوب كتقلب على ايدي ديال شنو تاكل وفي التالي كيجيك الجوع بزاف وكتاكل اي حاجه قدامك الوغ كو كتعيا غير بالتفكير. دونك من احسن كل شيء تكون عارفه من قبل سيم في الخدمه تكون عارف اشنو خاصك دير ماشي حتى تجلس قدام البيسي عاد تقول ايوا دابا منين غنبدا وكتضيع ساعه نص ساعه وانت كتقلب منين غتبدا شويه تجلس تسكرولي في انستغرام باغ اكزومبل جورني تيب انا كزينب هالنهار بيرفكت عندي كيف يقدر يكون نفيق بكري نصلي الفجر نلبس زوين ندير ميك اب نشرب ماتشا ديالي نصور ستوريز ولا يوتيوب نهز معايا شي حاجه باش نفطر ونمشي للبيرو ديالي نخدم. في الخدمه بغيت نطلع براند ديالي بغيت ندير دي انيشاتيف زوينين باش نعاون الناس نتلاقى مع كلاينتس ونحل جميع انواع المشاكل. غيجي واحد الوقت خاصني نتغدى باش غادي نتغدى شي حاجه خفيفه باش تبقى عندي الانرجي النهار حيت انا السيستم ديجستيف ديالي عندي كيدير ليا النعاس كناكل ونصلي عاوتاني ونكمل خدمتي ندير لراسي واحد الوقت اللي خاصني ضروري نحبس فيه نرجع لداري في الطريق نسد عيني الا قدرت سينو نسمع الموسيقى ونمشي ناكل شي حاجه كتشبع وسخونه في داري وندير سكين كير نطلق القران في الدار بالموسيقى نجاوب على لي ميساج ندير مونتاج ديال داكشي اللي صورت في النهار ونبوستيه اوكي هذه جورني تيب وكل مره كيفاش غادي تكون مي هاد لا جورني فيها بزاف ديال لا روتين ولا روتين هي اللي غتخليني نولي ندير حوايج زوينين باغ ريفلكس بلا ما نحتاج نعيا وانا كندير هادوك الحاجات بحال دابا الفجر في الاول كنت كنفيق بزز كيدوز عندي النهار كنبقى عيانه بزاف مع الوقت وليت كنولف وليت كنفيق الفجر ناشطه النهار كيدوز مزيان حيت عارفه باللي في الليل خاصني الناس بكري باش نفيق بكري سو اي نيد ا بلان باش نفيق نصلي ميك اب والحوايج حتى هما كندير لهم بلان which is weird كنت عارفة شنو غندير وشنو غنلبس حيت واحد النهار كانت عندي وقيته وقديت الاوتفيتس اللي كيجيو معايا سو عارفة راسي شنو غنلبس داك النهار على حساب بيان سور شويه الجو على حساب الكانه ولكن اوموان كتكون عندي اونيتي ديال شنو غيجي معايا شنو ما يجيش معايا شنو يعجبني في راسي شنو ما يعجبنيش في راسي. اونسويت نمشي للخدمه شحال هادي كنت كنبقى جالسه بالسوايع كنفكر منين نبدا وندخل انستغرام ونبقى نسكرولي ونفكر ونقول دابا الله باش غنبدا شنو غندير حتى كنعيا وما كندير والو. دابا انا ديجا ماي بوس قالت لي شنو خاصني ندير وشكون هي البوس ديالي هي انا وحنا واخا يكون عندك شي بوس زعما في الخدمه ولكن ديما كتبقى البوس ديال راسك انت اللي كتعطي الاوامر ديال راسك شنو دير وشنو ما ديرش. دونك كنكتب لراسي قبل شنو خاصني ندير في البيرو واخا تكون سالاري وكيما قلت لك تكون عندك بوس ديالك راه كتبقى انت اللي كتحكم في راسك حيت عارف يور بوس اللي هو راسك اشنو غيقول لك خاصك دير. دونك في البلان ديالك غتزيد تاسكس ديال الخدمه كنولي عارفه باللي عندي دي ايميل دي دوكيومون ا امبريمي اوف خاصني نمشي للمقاطعه صافي نوضي حيدها عليك دابا حيتاش البوس ديالي اللي هي انا قالت لي خاصني نوض البوس ديالك اللي هو انت ولا انت قالت لك خاصك دابا تنوضي ما تعطليش هذيك الخدمه حيتاش كاينه في التاسكس ديالك. عندي شي كونتنت
مازال ما درت ليه المونتاج، اجي نقادو نبروغراميه باش نقدر نصور حاجه واحده اخرى. هذا امر مني ليا، حيتاش البارح فاش كتبتها في التاسكس ديالي اليوم كان ولي عطيت لراسي الامر باش ندير ديك الحاجه. ماشي انا عندي كونتنت ديال البارح مازال ما قديتو ما حطيتو، نصور كونتنت جديد واحد اخر وتولي عندي 2000 غش ديال التصوير، حتى وحده ما مقاده ما عندها حتى معنى. سو غنسالي التاسكس اللي قبل عاد ندوز لشي حاجه جديده، وهذا هو الغلط اللي كيديروا بزاف ديال الناس. وتا انا كنت كنديرو، يا مثلا في بلاصه ما نكمل داكشي اللي خاصني ضروري نكمل كندوز لشي حوايج واحد اخرين اللي حتى هما عندي في التاسكس ديالي ولكن ماشي بريوريتير، خاصني نكمل بعدا داكشي اللي بديت عاد ندوز لشي حاجه واحده اخرى. دونك اون ريكابيتول باش ما نتلفش، اول حاجه هي الفوكس، نسكت شويه ونسمع شويه لراسي، المهم نسكت شويه ماشي في البودكاست فاش كون باغا نتكونسنترا. ثاني حاجه نكتب في ورقه وستيلو اشنو بغيت من داكشي الكبير لداكشي الصغير. وثالث حاجه هو نعرف الستيل ديالي في الخدمه، هذه مهمه، واش كنكون افيكاس بالليل اولا بالنهار. انا صراحه على حسب التاسك، بحال دابا الدكتوراه ديالي بالليل فاش كلشي كيكون ناعس، ولكن الكونتينو بيان سور بالنهار، الكوميرس بالنهار حيت كنخدم مع الناس، لي لوغو لي مونتاج في الاوقات اللي كنكون تشيل بحال شاد الطريق مورا بوز ديج حيت كنكون ضايخه، مش كنكون شي ماما كمرتاحه مع راساتي نقدر ندير المونتاج. مهم في اوقات اللي بلاص ما نسكرولي في انستغرام ولا في السوشيال ميديا كندير واحد التاسك اللي هي المونتاج، بلاص ما نكون مستهلكه ديال السوشيال ميديا نكون حتى انا كان بروديوسي السوشيال ميديا، مستهلكه ومنتجه، كنت انا كنتج للسوشيال ميديا بلاص ما نستهلك. سكين كير قبل ما ننعس بساعه ندير لي بلان والتاسكس ديال السيمانه بالليل ولا نهار الحد حيت كنكون عندي شويه ديال الوقت وشويه ديال الكانه. وفي هذه القضيه خاصك تعرف ستيل ديالك حتى كيفاش كتكون افيكاس. بحال دابا انا اي لوف وركين اندر بريشر، نخدم تحت الضغط، ما يكونش عندي اوقات الفراغ بزاف. كاين اللي مثلا ما تيبغيش يخدم تحت الضغط، انا فاش كنخدم لاحظت بانني فاش كنخدم تحت الضغط وفي ستريس ديال بصح كنعطي اكثر. كاين اللي عاوتاني العكس، المهم خاص تشوف على حسب انت ولا انت كيفاش داير وشنو هما لي كونديسيون اللي تبغي تخدم فيهم. شنو عاوتاني، المهم انا بيرسونيلمون كيما قلت لكم فاش كيبقى عندي اوقات الفراغ بزاف كنعيا وكيكون عندي بزاف ديال الحاجات نحلهم كيخليوني نكون افيكاس. وهاد القضيه هادي كتسمى المهم انا هاد التوبيكس كنسول فيهم بزاف حيتاش تو سامبلومون كنبغي نعرف، و جو بونس هادشي حتى هو اللي كيعاونني انني نكون بروداكتيف. هاد القضيه هادي كتسمى دودسون لاو، هي العلاقه بين البريشر الضغط والبيرفورمانس، كل واحد كيفاش كيتعامل معها. مثلا انا في الضغط كل ما كان الضغط طالع كل ما البيرفورمانس ديالي كتكون طالعه، ولكن كل ما طلع عاوتاني الضغط لواحد الدرجه كبيره البيرفورمانس ديالي كتهبط حيت عاوتاني عندي واحد ليفلز ديال الانكزايتي، دونك نقدر نستريسا وتحليل هذا عاوتاني كاين اللي كيبغي يخدم شويه عليه. المهم كلها كيفاش داير. عاوتاني كما قلت لكم ماشي كل نهار ديك لا بريسيون تكون طالعه، راه سينو غتدخل دغيا في البيرن اوت والستريس الخايب اللي غادي يخليك تلاشي كل شيء. من الاحسن مره تخدم تحت الضغط ومره تعطي لراسك شويه ديال الوقت، مره تخدم شويه عليك، مهم على حسب الريتم ديالك، حاول تسمع لراسك. سينو كاين اللي كيبغي لي سباس بشويه عليه، انا صراحه ما كنقدرش، وحتى هكاك مزيان غير ما تخليش لي سباس كبير باش ما يجيكش النعاس والعجز وتبقى تفكر بزاف وتضيع الوقت في شي حوايج اللي كتخلي لراسك لي سباس فيهم بزاف. رابع حاجه هي ما نبقاش نفكر بزاف قبل ما ندير شي حاجه، صافي كاينه في البلان ديالي نوض نديرها، حيت داك الفكره ديال واش اتس نيسيسيتي راه حتى هي عجز ديالها، واش دابا ضروري ندير هاد الشيء، واش ضروري نمشي، واش ضروري هذا. مادام كتبتيها في تودو ليست ديالك الا وراك عارف ولا عارفه علاش صغير بلا ما دير داك السبه ديال واش ضروري اليوم ندير سكين كير، خاصك ديريه حيتاش هو اللي يخلي يور سكين يكون مزيان.
مش ضروري اليوم نصلي الفجر. اه حيت بالنسبه لك الديسيبلين مهمه، الوغ نوضي بركه ملعكز. واش ضروري ناكل شي حاجه خفيفه؟ انا دابا بغيت برجر. لا غادي تدوخي يا الشريفه وما غاديش تخدمي مزيان وهي غاديه. سو ندوز لاكسيون، ما بقاش نفكر ها واش دابا انا بصح قررت انني ناكل هيلتي هاد السيمانه، ولكن واش ضروري اليوم خاصني نمشي للمقاطعه ضروري، ولكن واش ضروري نمشي اليوم علاش ما نمشيش حتى لغدا؟ وصافي درتيها في التاسكس ديالك برك ما تبقى تفكر بزاف. واش كتفكر بزاف غير ما كتضيع الوقت وكتخرج على راسك حيت التفكير بزاف غادي يجيب لك غير العكز فور شور. غير من الاحسن توكل على الله وصافي ودوز لداكشي اللي خاصك دير. خامس حاجه هي ضروري في دوك لي ليست ديال البلان او تو دو ليست ديالك يكون prioritizing، تكون يكون عندك لي بريوريتي. بحال دابا عندي شي حاجه خفيفه نقدر نخليها من بعد، ولكن شي حاجه اللي فيها ديدلاين ما غاديش نخليها حتى يمشي الحال، حيت خاصني ندير مثلا فيديو يوتيوب باغ اكزومبل. عندي الطبيب اليوم ضروري غندير بريوريتي حيت الطبيب اليوم عندي مثلا عندي نهار الثلاث، دونك غيمشي خاصني نسبق الطبيب حيت الطبيب ما غيتسنانيش عاوتاني يعطيني رونديفو واحد اخر، دونك هذاك بريوريتي بالنسبه ليا في ديك الوقيته. شنو عاوتاني انا دابا هضرنا مثلا على الطبيب، عاوتاني يكون عندي شي ديدلاين باش نحط شي طرافاي ولا عندي شي فورماسيون خاصني نكملها. نشوف على حسب لي بريوريتي وما نسبقش شي حاجه اللي عاديه على قبل شي حاجه واحده اخرى اللي نقدر نديرها من بعد. حاجه اخرى في نفس لو كادغ هو باغ اكزومبل كتكون خدامه على شي تاسك القضيه كتبقى بزاف، باغ اكزومبل خدامه على شي كونفرنس عندي في يومين غادي خاصني هذيك الكونفرنس نقول كتبت لها السكريبت ديالها وقديت لها كلشي وقديت الشيما وكلشي وضروري خاصها تطلع واعره ومقاده شويه. بحال الا كان عيا وانا كنخدم عليها وكيجيني الملل، سو بلاصه ما ناخذ بوز نسد عينيه ونرجع نكمل من بعد كنمشي ندير شي لوغو. زعما راني برودكتيف راني ما كنضيعش الوقت، كنمشي ندير شي لوغو خاصني في يوتيوب مثلا ولا شي حاجه ماشي بريوريتي كاع في ديك الوقيته ولا شي مهم، وغنمشي باش نهرب من التاسك ديالي ديال انني نخدم على لا كونفرنس ديالي، ولا نكون مثلا كندير المونتاج اليوتيوب حيت خاصني نبوستي اليوم اللي هو مثلا بريوريتي. فاش نعيا نوض نطيب، الوغ كو الطياب زعما راه ما كنتش سفية غنموت بالجوع كانت حدايا شي حاجه نقدر ناكلها، غير حيت فهمتي عييت بالمونتاج وغنهرب من البريوريتي ديالي اللي هي انني نسالي المونتاج ونمشي نطيب ولا ندير شي تاسك واحده اخرى غير باش نهرب من داك لو بوتي مومون اللي بحال الا عييت فيه. الا عييت راه سي نورمال نعيا ونمشي نسد عينيا نرتاح نتفرج شي حاجه خفيفه في 20 دقيقه ندير شي حاجه ونعاود نرجع نكمل. المهم برايوريتيز نعطيهم ديما الاولويه، داكشي اللي اورجون واللي خاصو يدار عاد ندوز لداكشي اللي سيكوندير. دابا وصلنا سادس حاجه بروتيكت يور انرجي. دايوغ هادشي اللي كنقول لكم باش تعقلوا عليه راه غنصيفط لكم واحد التمبليت ريكلاميوه ليا في انستغرام بار ميساج نصيفطو لكم، راه قديت لكم واحد التمبليت زوين على هادشي اللي كنقول لكم دابا. سو كيما قلت لكم سادس حاجه بروتيكت يور انرجي، حافظ على الطاقه الزوينه وما تعمرش راسك بالتخربيق. بحال دابا ما كاين لاش تمشي تتفرج في يوتيوب ولا في الاخبار ولا تسمع المشاكل ديال الناس، داكشي كياخذ لك الانرجي وما كتحسش براسك قادر تكمل النهار ناشط. بعد انا باد نيوز ولا شي حاجه حزينه راه نقدر نبقى نبكي سيمانه كامله ونحلم دي كوشمار وما ننعسش، وفي اخر المطاف باش كنزيد هذاك اللي بكيت عليه ما عندي باش نزيدو. سورتو دوك الاخبار ديال يوتيوب من غير انني مرت راسي وما خدمتش، دونك ميم با درت علاش نرجع ولا باش نعاون هذاك اللي بكيت عليه باش نقدر نعاون. دونك كنوض نبكي ونخوي الانرجي ديالي كامله غير هكاك. سو ضروري تحافظ على الطاقه ديالك من داكشي السلبي، هادي مهمه بزاف حيت بعض المرات العجز كيقدر يتكومولا غير في هادشي ديال جمعتي الطاقه السلبيه وضيعتي الطاقه ديالك غير في شي حاجات اللي ما عندهم باش يزيدوك. سابع حاجه هي التكنولوجي از يور فريند. بعد انا جادور التكنولوجي
الا قدرتي تنقص عليك الخدمه بالاي اي مثلا راه ما فيها عيب. الا خاصك لوغو ولقيتي اللي يديروا لك مزيان ببخي مزيان حسن خلص شي حد يديروا لك لي زابليكاسيون عاوتاني ديال لورغانيزاسيون حتى هما بحال نوشن وبحال شنو سميتها بقيت كنخدم بها بزاف مي نوشن هي اللي وليت كنخدم بها بزاف كاينه واحده اخرى حتى هي زوينه نسيت سميتها وحتى جوجل المهم نوشن وجوجل حتى هي مهم يوز تكنولوجي بالطريقه اللي غادي تعاونك حيت التكنولوجي فريمون مهمه فهاد لو بوين هذا. ثامن حاجه فكر في علاش خاصك تنوض تخدم اشنو غادي يفيدك العجز نرجعو تقريبا لداكشي اللي قلنا البارح وشنو هي الطريق اللي غادي فيها غادي نعيا وراه كان عيا وكان بكي وكان تعصب حيت فاش كتكون كدير التاسكس ديالك وداكشي اللي خاصك تخدم عليه غتعصب ما تصدقش شي حاجه خاصك تعاودها غيوقعوا لك بزاف الحاجات غتعصب غتخسر شحال من حاجه صافي غنوكل امر الله فاش ما نلقاش اللي يعاونني باش كنشوف راسي كنعوم في وسط واحد نعبر عليكم شويه باش كنحس براسي كنعوم في وسط واحد البحر كبير وغير كنعوم بالدراع ديالي والناس الاخرين غاديين للديستيناسيون ديالهم بالباطو كنقول الله يزيدهم حتى انا نخدم باش ندير انا الباطو ديالي ما بقاش حاضيهم وما غاديين في الباطو انا كندرع تكونسونطرا على راسي وعلى الانرجي ديالي واخا نوصل المعطل ولكن الا بقيت جالسه كنبكي في وسط البحر راه غير غتسالى لي الانرجي ديالي وغنحيا وغنصدق غارقه اللهم نجلس ندرع ونبقى غاده باش نوصل للديستيناسيون ديالي ونجمع داك سترينث في الدماغ حيت ليا ما نبقى جالسه كنبكي في وسط البحر حيت ما عندي فين نوصل غير غادي يجيني البرد ونصدق غارقانه الله يستر. المهم لي كونساي كانوا كتار وستيبس كانوا كتار كما قلت لكم هادشي انا اللي كان زعما هادشي اللي كندير ماشي شي حاجه اللي تقدر تصدق لكل شيء مي بالنسبه لي انا اهم حاجات اللي كيعاونوني من ديما هما هادو ما نقدرش نقول لكم شي نصائح اللي ما جربتهاش وكما قلت لكم هاد البودكاست انا ما دايرهاش زعما نمشي نجيب النصائح من انترنيت ونعرضهم عليكم كنقول لكم هذاك الشيء اللي كندير انا بيرسونيلمون اللي صدق معايا نقدر نكون شي حوايج كنديرهم ما يصدقوش معكم شي حوايج نديرهم يعجبوكم وشي حوايج اللي على حسب بيرسوناليتي ديالكم ما يتوالموش دونك انا قلت لكم غير زعما شنو اللي درت انا بيرسونيلمون سواء من داكشي اللي كنمشي نقلب ونعرف عليه مي هاد ستيبس هادو اللي قلت لكم فريمون العصاره ديال 10 سنين في حياتي ديال الديسيبلين هادشي هو اللي استنتجت انني خاصني نتكونسونطرا على داكشي اللي نتكونسونطرا على الافكار ديالي ما بقاش نهضر بزاف ونضيع الانرجي ديالي بزاف نخدم ندوز لاكسيون نظم وقتي ويكون عندي لي بريوريتي وهادشي اللي كاين هادشي باش تعقلوا عليه راه كيما قلت لكم درت لكم واحد تمبليت اللي فيه ملخص ديال هادشي كامل اللي قلت حيت كاينين بزاف ديال لي بوين وتقدروا تنساوهم دونك باش يبقاو عندكم في التليفون از ريفرنس دونك الا عجبتكم الحلقه صيفطوا لي ميساج في انستغرام انصيفط لكم ديريكتومون تمبليت غنحطو في ستوري مي غنحطو من بعد بغيت فريمون الناس اللي يسمعوا البودكاست هما اللي يجيو ريكلاميو التمبليت باش نصيفطو لكم يبقى عندكم في التليفون وسوا ديروه في الفون ديكران سوا تخليوه عندكم في التليفون تطلعوا عليه فاش تحسوا براسكم عجزتوا الا بيان سور عجبكم هاد لي كونساي هادو الا عجبتك الحلقه خلي ليا ايطوال ولا شي ميساج زوين من اي حاجه بوزيتيف عرفتوها غتفرحني صيفطوها ليا حيت ما تنساوش هاد العالم ديال السوشيال ميديا فيه بزاف اللي كيطيحوا عليك الضيم الله يستر دوك ميساج زوين من عندك راه بالنسبه ليا شي حاجه مهمه واخا يجيب لك الله زعما راه كيوصلوني لي ميساج بزاف ولكن كل ميساج كيقيس القلب ديالي وشحال من واحد صيفط ليا ميساج وانا كنهضر في البودكاست كنتفكر داك الميساج ولو انا كنتمشى كنتفكر هذاك الميساج ديال ديك لا بيرسون بالضبط واخا ما نعقلش على سميتها ولكن نعقل على الميساج كاين بزاف ديال الناس كنعقل على سميتهم اللي كيهضروا معايا بزاف دونك راه كنعقل وإلا كانت اي حاجه زوينه تفرحوني بها صيفطوا ليا ميساج اي ما تنساوش تريكلاميو التمبليت ديالكم كما قلت لكم ديال هادشي اللي هضرت عليه في هاد الحلقه هادي وصافي هادشي اللي كاين تهلاو في راسكم بركه من العجز ونتلاقاو نهار 2 ياك نتلاقاو نهار 2
لا دابا درنا حلقه اليوم اليوم الثلاث، دوك نتلاقاو نهار الخميس ان شاء الله، نتلاقاو نهار الخميس ان شاء الله في حلقه جديده. تهلاو فراسكم وبركه من العجز.